أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حل تمارين على تعيين الدائرة. مطلوب حل تمارين على تعيين دائرة، وبناء عليه هنبدأ نحل تمارين على تعيين دائرة. في بعض التمارين اتحلت أثناء الشرح الدرس، والوقت بإذن الله هنتكلم على بقية التمارين الأخرى. هنشوف نبدأ بالسؤال رقم 3 صفحة 216 المعاصر. مسألة رقم 3 صفحة 216 كتاب المعاصر بتقول إيه؟ لام مستقيم في المستوى وألف نقطة تبعد عن المستقيم لام بمقدار 2 سنتيمتر. بين كيف ترسم دائرة طول نص قطرها 3 سنتي بحيث تمر بالنقطة ألف. عندنا لام مستقيم، أي مستقيم أهو نرسمه ونسميه لام، هذا مستقيم لام. نجيب 3 صفحة 216 المعاصر. لام مستقيم في المستوى وألف نقطة تبعد عن المستقيم بمقدار 2 سنتي. ألف بتبعد 2 سنتي، تبعد يبقى ايه؟ تبقى عمودية عليه، يبقى انت بترسم ألف عمودية على الخط المستقيم ب 2 سنتي، هتبقى هنا هو ب ألف كده، دي ألف، دي 2 سنتي. طيب بقول بين كيف ترسم داخل دائرة طول نص قطرها 3 سنتي بحيث تمر بالنقطة ألف، يعني الدائرة هتمر بالنقطة ألف ويقع مركزها على المستقيم لام، كم عدد الحلول؟ يبقى أنت بتجيب البرجل بتاعك وبتفتح كام؟ نص قطر الدائرة كام؟ 3، تفتح البرجل على 3 سنتي كده. فتحنا على 3 سنتي اهي. طيب انا عايز الدايرة بتاعتي تمر على مين؟ تمر فين؟ بالنقطة الف. يبقى انا عايز المحيط بتاع الدايرة هيمر بايه؟ بالف. يبقى نقطة تقاطع ده اللي هي 3، ونقطة تقاطع ديت يعني مركز سن القلم البرجل فين؟ على النقطة الف، وخدت قوس هنا وقوس هنا. نقطة التقاطع ده اهي، النقطة رقم 1 دي النقطة رقم 2 دي هيبقوا مراكز لدوائر هيمروا بالنقطة ألف، لأن البعد ده 3 والمركز يقع على لام، البعد ده 3 والمركز يقع على لام بعد 3 سنتي. تثبت بقى هنا وترسم دايرة كده هتمر بألف، هتثبت هنا وترسم دايرة كده اهي، هتجدها تمر بمين؟ بألف بهذا الأسلوب، ودي كمان هي بتمر بألف. بقى أنا عندي كام حل؟ جوز حلول، مفيش أكتر من كده. النقطة ألف اهي، نقطة تقاطع مين؟ نقطة تقاطع الدايرتين. يبقى ده مركز ميم واحد وده ميم ايه؟ 2. كام حل؟ حلين، تمام كده. طيب سؤال 4 بيقول إذا كانت ألف تنتمي للمستقيم لام فيرسم دائرة ميم تمر بالنقطة ألف. يبقى ألف يمر تنتمي لمين؟ للام. يبقى نرسم الأول مستقيم اسمه لام، هذا مستقيم لا نقطة ألف هنا اهي تنتمي إليه، يبقى تقع على المستقيم ألف، على المستقيم لام. إذا كانت ألف تنتمي للمستقيم لام فارسم دائرة ميم تمر بنقطة ألف، تمر يبقى المحيط بتاعها هيقع على ألف زي ما عملنا في المسألة اللي قبلها، يكون طول نص قطرها 3 سنتيمتر، نص قطرها 3. طب المركز أخبره إيه؟ هيقول لك أهو. يبقى أنا عايز دائرة تمر لمين؟ بالنقطة مين؟ ألف ده هي. نص قطرها نقي 3، نقي بتساوي 3. أما بالنسبة لي
المركز يقع فين؟ بيقول لك المركز ميم ينتمي للمستقيم لام، دي الألف. أنا عايز لما أجي أفتح فتحة طولها تلاتة، أنا فاتح فتحة طولها تلاتة في المسألة اللي فاتت، هي نفسها الفتحة ما اتغيرتش. كده تلاتة بالظبط اهيت. وبيقول لك إن إحنا عايزين المركز يقع على لام، يبقى أنت بتعمل إيه؟ المركز يقع على لام، بتيجي هنا اهو ده ألف اهي، المركز يقع على لام، هنا مركز وبرضه الجهديات كمان مركز. مش بيقول لك إن ميم في الحالة الأولى، بيقول لك إن ميم تنتمي للام ونص القطر تلاتة وتمر بالنقطة ألف، يبقى أنا هثبت هنا هيديني مركز لدايرة هتمر بألف. والمركز ميم واحد يقع على لام، برضو ميم واحد اتنين يقع على لام، والدايرة هتمر بألف، وطول طول نص القطر بتلاتة. يلا أنا ثبتنا اهوت ورسمنا دايرة، دي ميم اتنين ودي ميم واحد، هركز هنا وأرسم دايرة الاتنين بيمروا بنقطة ميم ألف. في كام حل بالشكل ده؟ حلين اهو، يبقى يوجد حلين. طيب دي ألف. طب الجزء ده بيقول ايه؟ ميم لا تنتمي للمستقيم لام، كام دائرة يمكن رسمها؟ طيب لما تيجي ترسم بقى دايرة مش مركزها مش هيقع على ميم، و اما يكون مركز مش لازم يقع على ميم، فانت عايز كام دايرة هتمر بألف؟ مش النص القطر تلاتة؟ لو ثبت هنا كده ورسمت دايرة اهي، مش الفتحة دي تلاتة بتاع الدايرة دي؟ انت بقى لو جيت خدت السن البرجل بتاعك على اي مكان على الدايرة دي ورسمت دايرة، اي مكان اختار اي مكان ورسمت دايرة هيمر بألف. خد هنا ارسم دايرة هتمر بألف، اي حتة هنا دايرة هتمر بألف، طالما مش هينتمي لام هحط سن البرجل في اي مكان اهو، دايرة اهي هتمر بألف، وهكذا. يبقى يوجد كام دائرة تمر بألف مركزها لا ينتمي الى لام؟ كل النقط دي مراكز لدايرة هتمر بألف، عدد النقطة دي والدايرة دي كم؟ عدد لا نهائي. يبقى عدد لا نهائي من الحلول لدائرة تمر بألف ومركزها لا يقع على المستقيم لا. شوف بقى بقية الأسئلة. سؤال خمسة بيقول ارسم ألف باء قطعة مستقيمة طولها ستة سنتي، يبقى ناخد المسطرة بتاعتي وأرسم قطعة طولها ست أهي، من أهو لستة أهي، دي ألف باء طولها ستة سنتي. ارسم ألف باء طولها ستة سنتي، ثم ارسم دائرة تمر بالنقطة ألف وباء وطول نص قطرها أربعة سنتي، كم دائرة يمكن رسمها؟ طب أنت أنا عايز دايرة تمر بألف وباء ونص قطرها كام؟ أربعة. طب أعمل إيه بقى؟ مش نص قطرها أربعة، يبقى هفتح الدايرة بالبرجل بتاعها أربعة، يعني تستخدم الأدوات الهندسية تريح دماغك أهو كده، فاتحة على أربعة، مش ده نص قطر الدايرة المطلوبة؟ طب أنا عايز أتمر بألف وباء، يبقى أنا هاخد نقطة أثبت عند ألف وأخد قوس، مش دي الفتحة دي أربعة؟ طيب أثبت عند باء وأخد قوس، مش الفتحة دي أربعة؟ يبقى لو دي مركز دايرة، ده لو مركز دائرة، يبقى الدايرة اللي عندي لو أنا ثبت بقى البرجل هنا ورسمت دايرة، مش الدايرة دي اللي أنا هرسمها هتمر بألف وباء؟ لأن البعد ده أربعة والبعد ده أربعة عشان بس الراجل راح على السنة ما جابش ألف، ألف أهي ألف وباء مع بعض.
طب كم حل بقى اقدر اعمله؟ الجهة التانية كمان حل واحد وخلاص. يعني هثبت البرجل عند الف اهو، واخد قوس، اثبت عند باء واخد قوس، يبقى ده مركز دايرة اللي تحت. يبقى انا عندي دايرتين، واحدة فوق القطعة واحدة تحت القطعة اهو. يبقى يوجد كم حل؟ يوجد حلين، ده واحد ولا واحد وواحد تحت، يبقى حلين. باستخدام أدوات الهندسية ارسم ألف باء طولها 4 سنتي، ثم ارسم على شكل واحد دائرة تمر بالنقطة ألف وباء وطول قطرها 5 سنتي مع عدد الحلول الممكنة. باستخدام الأدوات هنرسم قطعة 4 سنتي ألف باء 4 سنتي، بعدين ثم ارسم على شكل واحد دائرة تمر بالنقطتين ألف وباء وطول قطرها انتبه قطرها، يبقى نص القطر ب2.5، يبقى أنا بفتح فتحة ب2.5 وليست ب5، وطول قطرها ب5، يبقى طول نص قطرها ب2.5 كده. طيب بيقول افتح فتحة دايرة قطرها 2.5 قطرها 5 تمر بالنقطتين ألف وباء، نفس الطريقة بتاع المسألة اللي فاتت. فتحة 2.5 بثبت هنا، هاخد قوس فوق وقوس تحت، وهنا عشان هما هيبقوا حلين قوس فوق وقوس تحت. هنا مركز دايرة قطرها 5 سنتي، 2.5 و2.5 اللي هو نص قطر، وهنا فوق دايرة برضو قطرها 5 سنتي، والدايرتين بيمروا بألف وباء. يبقى كام حل موجودين؟ حلين. السؤال اللي بعده، دايرة تمر بالنقطتين ألف وباء وطول قطرها نص قطرها 2 سنتي. طيب مش ديت 4، دي كام؟ 4. ما يكون نص قطرها 2، يبقى في النص هنا، يبقى المركز هنا، يبقى هيمر بدي وبدي دايرة واحدة، يبقى دايرة واحدة مركزها من منتصف القطعة يمر بها، يبقى حل وحيد. دي حلين، دي حل وحيد. طيب دائرة تمر بين نقطتين ألف وباء وطول قطرها 3 مع عدد الحلول ألف وباء وطول قطرها يعني نص قطرها 1.5. لما يكون نص قطر اللي هيمر بألف 1.5 هتبقى هنا، وقطر اللي هيمر بباء هيبقى هنا 1.5، يبقى دي دايرة ودي دايرة، فبالتالي يبقى مش هيمر بها حل، يبقى دي ملهاش حل، لا يوجد لها حل. ألف باء قطعة مستقيمة طولها 6، ارسم الدائرة التي تمر بالنقطتين. يبقى ألف باء قطعة مستقيمة طولها كام؟ 6. عاوز دايرة تمر بألف وباء طول نص قطرها أصغر ما يمكن، يبقى نص قطرها هو نصف القطعة، القطعة يبقى هيبقى نصف القطر هنا بكام؟ ب3 ناق بتساوي 3، والدايرة هتمر بألف وباء ومركزها هي منتصف القطعة ألف باء. ارسم سين صاد طولها 5، يعني الحل ده هتحلوه انتوا بقى سهل مفيش في حاجة. ارسم سين صاد قطعة طولها 5 وارسم الدائرة صاد التي طول نص قطرها 3، ثم ارسم نرسم الأول قطعة سين صاد طولها 5 واحدة كده عشان نخلص. دي كده اللي عندي هنا 5، النقطة دي كده 5، دي ألف باء 5. ارسم سين صاد طولها 5 سين صاد سين صاد، وارسم الدائرة الصاد التي طول نص قطرها 3، دائرة اسمها صاد يبقى المركز بتاعي صاد، نص قطرها 3، ثم ارسم دائرة مركزها يقع على الدائرة صاد وتمر بالنقطة سين وطول نص قطرها. يبقى نرسم الأول دائرة صاد نص قطرها 3، نجيب البرجل وقيس 3، قيس 3 اهو، ارسم دايرة صاد يبقى مركزها صاد نص قطرها 3،
يبقى هتقطع على بعد من س كام سنتي؟ 2 سنتي على بعد من س، تبعد عن س 2 سنتي، ولكنها تقطع نصف قطرها 3. ده الحتة دي 2 وديت 3 لأن دي كله 5. وبعدين رسمت له الدايرة واحدة بواحدة، نقدر نخلص بسرعة. دائرة مركزها يقع على الدائرة ص، وتمر ثم ارسم دائرة مركزها يقع على الدائرة ص. يبقى المركز هيقع على الدائرة دي، على الدائرة دي ص اللي اترسمت. ايه اللي هيحدد لي المكان بقى؟ وتمر بالنقطة س، وتمر بالنقطة س، وطول نص قطرها 2.5. جميل. طب ديت كام؟ 2. انا هفتح فتحة كام؟ 2.5. ده 2.5. طيب الدايرة بتاعتنا بقى الجديدة هتمر بالنقطة س، وكمان هتعمل ايه؟ مركزها دائرة مركزها يقع على الدائرة ص، مركزها يقع على ص. يبقى اركز عند س بال2.5 واخد قوس كل الاحتمالات. ادي احتمال هيبقى هنا واحدة، واحتمال هنا واحد. يبقى نقطتي التقاطع اللي تبعد عن س ب2.5، النقطة دي تبعد 2، يبقى يستحيل تيجي هنا، هتبقى ب2.5. ادي واحدة، هنا هيبقى مركز دايرة، وهنا كمان مركز دايرة. يبقى عندي كام حل؟ حلين اهم. ادي دايرة اهيت، هثبت هنا وارسم دايرة كده اهو، حلقها بتمر ب س، وارجع اثبت هنا وارسم دايرة كمان هتمر بسين. مركز دايرتين دول بيقع على الدايرة مين؟ ص. بالشكل ده نص قطر ديت ب2.5، ودي ب2.5، اما دي ب2 بس. يبقى اذا مركز دايرة بيقع فين؟ على ص. في كام حل؟ حلين، وبيحققوا الشروط. ثالث، 9، ارسم دائرة طول نص قطرها 3 سنتي، تمس مستقيما لام، ثم اذكر كم حلا للمسألة. دائرة نص قطرها 3 سنتي، برسم دائرة الأول نص قطرها 3، هذه 3 سنتي، اهو الدائرة هي تمس المستقيم لام، بتمس لام، هذا لام بتمس بدل ما مس، في نفس الوقت اسمه لام. طيب كم حل عليك؟ تمشي قدام سنة كده وتعمل واحدة كمان، قدام شوية تعمل واحدة، هترسم على خط يوازي الممس ده، شوفت الخط يوازي الممس، هتقع عليه من مراكز دوائر لا نهائية تحقق الشرط، طولها طول نص القطر 2 3 سنتي، ويمس س هنا واحدة، هنا واحدة، هنا واحدة، وهكذا. كل ما تتني البرجة لا تقدر تعمل واحدة تاني. يبقى ايه؟ ارسم دائرة طول نص قطرها 3، تمس مستقيما لام، ثم اذكر كم حل المسألة، عدد لا نهائي. بعد كده ارسم لام 1 ولام 2 مستقيمين متوازيين، البعد بينهما 5، ثم ارسم دائرة مركزها يقع على لام 1 وتمس لام 2. نرسم خطين متوازيين، بقول ارسم لام 1 ولام 2 مستقيمين متوازيين بعد بينهما 5، بفرض ان البعد ده 5 كده 5. ثم ارسم دائرة تمر مركزها يقع على لام 1، دي لام 1، دي لام 2، مركزها هيقع على لام 1 هنا مي، هترسم دائرة وتمس لام 2، هيبقى نص قطرها 5، هتيجي كده ترسم دايرة كده. بقول لك بعد كده خلاص مفيش مشكلة، ما قالش كام. السؤال اللي بعد كده، باستخدام
الأدوات الهندسية ارسم مثلث، ابدأ جيم طبعا نقرأ المسائل السهلة، هنسيبها بقى عشان في مسائل صعبة زي نتعرض لها. نستخدم الأدوات الهندسية ارسم مثلث ألف باء جيم الذي فيه ألف باء بتساوي أربعة، جيم خمسة، جيم ألف ستة، ثم ارسم دائرة مرة بالنقط ألف باء وجيم. ما نوع المثلث ألف باء جيم بالنسبة لقياسات الزوايا، وأين يقع مركز الدائرة بالنسبة للمثلث؟ نرسم القطعة الأولى أولا، مثلث ألف باء جيم، عندي جيم ألف أطول قطعة بستة سنتي، أدي جيم ألف ستة سنتي، جيم ألف، جيم ألف بستة، وباء جيم بخمسة، أثبت عند باء بالسن البرجل بعد ما أفتح فتحة خمسة، فتحة خمسة أهي. واجي عند هو بيقول باء جيم، يبقى اجي عند باء، احنا رسمنا جيم الف، يبقى اجي عند جيم واثبت واخد قوس بالشكل ده، ده هيبقى هنا جيم على القوس ده باء جيم، ونرسم الف باء باربعة، يفتح فتحة تاني باربعة بقى اهي، وثبت عند ألف واخد قوس، أوصل ده بده وده بده، دي ب يبقى ده المثلث اللي طلب. ثم ارسم دائرة المرة بالنقاط ألف وباء وجيم، ما نوع المثلث ألف باء جيم بالنسبة لقياسات زواياه، وأين يقع مركز الدائرة بالنسبة للمثلث؟ طيب هو عاوز يثبت، أنا ممكن من غير ما أجيب في ثغورس ومن غير ما أعرف قياسات الزوايا برسم أنا الدائرة، ومن خلال ما الدائرة بتترسم بقدر أعرف إذا كان المثلث ده نوعه إيه. إزاي؟ نشوف الأول، نرسم الدائرة. عايز اعمل المحاور، باجي افتح فتحة اطول من نص القطعة واثبت عند طرف القطعة ديت، واكتب هنا قوس وهنا قوس، واجي عند الجهة الاخرى وادي قوس وادي قوس، ده محور القطعة دي. عمودي وينصف، اجي تاني عند ده نعمل له قوس، اهو ثبت برضو هنا، نعمل له قوس جادي، هعمل له كمان قوس جادي هنا اهو، وادي القوس التاني اهو، واجي الجهة التانية بقى ديت ثبت برضو هنا، واخد قوس هنا وقوس هنا، وأوصل نقط تقاطع الأقواس. نقط تقاطع ديت تقاطع المحور ده، ما ده محور كمان اهو، بينصف وعمودي. نقط تقاطع المحاور ديت، النقطة دي هي نقطة تراقي ما، أو هي نقطة مركز الدائرة. بفتح بقى الفتحة بتاعتي من هنا، لما لأي نقطة على من رؤوس المثلث دي اهي، أو دي أو دي، وأرسم الدايرة بتاعتي،
رسمت الدايرة. بقول لك ما نوع المثلث بالنسبة لزواياه. إذا أشوف لو المركز بتاعنا وقع في داخل الدائرة يبقى المثلث حد الزوايا. لو إن عندك المركز داخل المثلث يبقى المثلث ده حد الزوايا، مركز الدائرة. لو خارج، إذا كان مركز الدائرة داخل المثلث يبقى حد الزوايا، المثلث ايه؟ حد الزوايا. اما لو وقع المركز خارج المثلث يبقى المثلث منفرج الزاوية. لو ان المركز وقع على الوتر على احد الاضلاع يبقى اذا المثلث ايه؟ قائم الزاوية. وكمان المركز بيقع على الضلع اللي هو الوتر، يقع على الوتر. فهنا المركز وقع في داخل ايه؟ المثلث. يبقى المثلث ده حد الزوايا. هو قصده ان انا اقول له الحتة دي، مش قصده ان انا اروح على فيثاغورس واقعد احسب واتف نفسي. هو بيقول لك ايه؟ ثم ارسم الدائرة مرة بالنقط ما نوع المثلث. ما قالكش بقى روح في صورص ولا بتاع، لكن هو عاوز يشوف انت عارف المعلومة ديت ولا لا. يبقى ما نوع المثلث ألف باء جيم بالنسبة لقياس الزوايا، وأين يقع مركز دائرة بالنسبة للمثلث. طبعا هنقول بما أن المثلث يقع في الداخل يبقى المثلث ده حد الزوايا. طيب انت عايز تتأكد، دي 6، دي 5، دي 4، ربع الأضلاع، جيم باء جيم ألف تربيع بتساوي 36، باء جيم تربيع بتساوي 25، باء ألف تربيع بتساوي 16. يبقى إذن أطول ضلع اللي هو باء ألف تربيع فعلا أقل من باء جيم تربيع زائد باء ألف تربيع، لأن باء جيم تربيع وباء ألف تربيع 16 و25 بيدوا 41. يبقى فعلا لو إن الضلع أصغر يبقى المثلث، لو أحد الأضلاع مربعة أصغر من اتنين تانيين يبقى المثلث ده حد الزوايا. أما لو أكبر يبقى منفرج الزاوية، لو بيساوي يبقى قائم الزاوية. أظن كده إيه المسألة مظبوطة، مفيش حاجة مفهومة. حلو. السؤال اللي بعد كده، ارسم مثلث ألف باء جيم القائم الزاوية في باء، حيث ألف باء بأربعة وباء جيم بثلاثة سم. يبقى أنا برسم باء جيم بأربعة، أدي الأربعة ده باء جيم، وبقول إيه مثلث قائم الزاوية في باء حيث ألف باء بأربعة، ألف باء بأربعة. طيب هو قائم في باء يبقى دي ألف باء بأربعة وباء جيم، وبالمنقلة بتاعتي هقدر أرسم زاوية قائمة وآخد 4 سنتي. هي التانية دي 4 يبقى التانية 3 اللي عندي هنا كده، دي زاوية قائمة ودي 3. باء جيم يبقى دي جيم بتلاتة، باء جيم بتلاتة. وبعد كده ثم ارسم الدائرة الخارجة لهذا المثلث، أين يقع مركز دائرة بالنسبة لأضلاع هذا المثلث. هترسم المثلث كده اهوت، طالما هي قائمة يبقى دي اهوت ضلع ده، الزاوية ديت ايه قائمة مرسومة في نص في دائرة، يبقى إذا ده قطر في الدائرة يبقى المركز هيقع هنا في المنتصف، في منتصف الوتر. السؤال اللي بعده، ارسم مثلث ألف باء جيم المساوي الأضلاع والذي طول ضلعه 4 سنتي، وارسم الدائرة الخارجية للمثلث ألف باء جيم. حدد موقع مركز الدائرة، طبعا في الداخل لأنه حد الزوايا، بالنسبة إلى ارتفاعات المثلث. موقع طب نرسم المثلث ألف باء جيم، المثلث ألف باء جيم متساوي الأضلاع طول ضلعه 4، يبقى نرسم 4 سنتي.
البرجل بتاع الأربعة. كده خدت قوسين، يعني بعد ده أربعة وبعد أربعة وصلهم بعض فيتحول إيه مثلث على طول. مثلث إيه حد الزوايا ومتساوية الأضلاع، قياس الزوايا 60، كل زاوية فيه بستين درجة. طبعا لما هترسم الارتفاع، الارتفاعات هتبقى عمودية وتنصف، يعني عند 2 سم كده. ولو عملت 2 سم في كل ضلة اقدر اعمل الارتفاعات من غير اي حاجة تاني. ادي 2، عندي الاتنين هنا هيبقى في ارتفاع، عندي الاتنين ديت برضو. اوصل كده دي الارتفاع، ده ألف، ده جيم، ده ارتفاع وده ارتفاع وده ارتفاع. طيب هو بيقول بقى المركز، هو ده هو المركز، ده هيبقى المركز. البعد ده قد ده قد ده، حدد موضع مركز دائرة بالنسبة إلى ارتفاعات المثلث، تقع بالنسبة 1:2 من جهات القاعدة، 1:2. ارتفاعات من متوسطات المثلث، هي دي الارتفاعات هي نفسها المتوسطات بالنسبة للمثلث متساوية الأضلاع، ارتفاعات وهي ايه متوسطات، يبقى تقع بنسبة 1:2 من جهة القاعدة. منصفات زواياه هي نفسها منصفات زواياها، أي ضلع واصل من في المثلث متوسطين تبقى دي 30، دي 30، كلهم 30ات. منصفات زواياه رؤوس المثلث كم عدد محاور التماثل المثلث متساوي الأضلاع؟ 3، ده محور ده محور ده محور، يبقى 3 محاور. خلاص يبقى ايه، حدد موضع مركز دائرة بالنسبة إلى ارتفاعات المثلث، يبقى ايه بنسبة 1:2 المركز يقسم الارتفاعات بنسبة 1:2 من جهة القاعدة، هيقسم كمان المتوسطات برضو نفس الكلام، ده المركز، نقطة دي نقطة تلاقي المتوسطات، نقطة تلاقي المتوسطات. كمان منصفات زوايا نقطة تلاقي منصفات الزوايا، كل ده وده بنسبة 1:2 من جهة القاعدة. لسه في عندنا كم مسألة، هما بنرسم مثلث ألف باء جيم متساوية الساقين فيه قياس زاوية ألف باء جيم 120 وباء جيم بأربعة، ثم عين مركز دائرة المرة برؤوسه بهي. جيم 17 صفحة 218 المعاصر. ارسم مثلث ألف ب ج الذي فيه، ارسم مثلث ألف ب ج الذي فيه ألف باء بستة سنتي. بتجيب المسطرة وترسم 6 سنتي وتسميها اهي، اتفقنا ان احنا نشتغل في اي وضع افق رأسه ما يأثرش معانا، ان احنا ناس فاهمين ومش عايزين نرتبط باسلوب معين، لان دي رياضة فيها تغيير، لابد انك انت تكون مغير، تغير وتجيب افكار جديدة. الف ده الف
ونرسم مثلث ألف باء جيم الذي فيه ألف باء بستة سم، ده 6 سنتيمتر، وقياس زاوية ألف ب40 درجة. أدي ألف أهي، أدي الزاوية المنقلة بتاعتنا. بنحط، شايف في هنا نقطة صفراء اهيت أو خضراء في النص، والخط ده نهاية الأخضر أو الأصفر ده هو نهاية إيه؟ هو البدايات. المهم عندي إن أنا أحط الخط ده على النقطة الصفراء على النقطة ألف بالتحديد، وفي هنا اهوت بداية التدريج أهي، الخط دوت أخليه ينطبق على الخط من النقطة الصفراء على النقطة، وأعد بقى من التدريج الصغير، في تدريج كبير وتدريج صغير تاني اهوت. ادي 0 10 20 30 40، نهاية الأربعين أهو، الخط بتاع الأربعين أهو، الخط بتاع الأربعين أهو، تاخد عنده نقطة، النقطة دي خلاص بقت الزاوية ديت 40. أوصل بالشكل ده، خط هيقع على الخط ده النقطة جيم، النقطة جيم ما نعرفش هي فين لسه، وما قاليش، ما قاليش فين جيم، ما قالش الخط ده هيقع عليه النقطة جيم، هو بس اداني مين؟ قياس الزاوية وطول ألف باء، الزاوية دي بقى 40. طيب الخط ده هيقع، وإذا كانت د منتصف ألف باء، الدائرة الخارجية للمثلث ألف باء جيم يساوي 5، بقول ارسم المثلث ده وطول نص قطر الدائرة الخارجية للمثلث ألف باء جيم يساوي 5. أنا عاوز أرسم المثلث، مش هعرف أرسمه إلا لما أعرف الدائرة شكلها إيه، لأن هو ما ادانيش الطول الضلع التالت، ولا قال لي الزاوية حتى، واداني ضلع وزاوية، وكمان اداني بقى بيقول لك نص وطول نص قطر الدائرة الخارجة للمثلث ألف باء جيم يساوي 5. طيب مش الدائرة دي هتمر بألف وباء، يبقى أنا عايز المركز اللي هيخلي الدائرة تمر بألف وباء، بنجيبه ازاي؟ الدائرة بقول إن هي نص قطرها 5، يبقى بجيب المنقلة المسطرة بتاعتي وافتح عليها فتحة طولها 5، طيب اعمل ايه بالخمسة ديت؟ احدد مركز الدايرة بيها ازاي؟ مش انت بتقول ان الدايرة هتمر بألف وباء، يبقى باخد قوس كده اهو من عند باء، وقوس كده نفس القوس بنفس الفتحة من عند النقطة مين؟ ألف، من عندي ألف أهو، نقطة التقاطع ده هو مركز الدايرة أهو، دوت مركز الدايرة، ده كده مين؟ مركز الدايرة. طيب نوصل نجيب بقى البرجل بتاعي وارسم الدايرة اللي عرفت مركزها واللي هتمر بألف وباء، بتمر بمين؟ بألف وباء. ادي الدايرة بتاعتي اهي، طبعا اللي هي جات الرسمة هتبقى خارج الورقة، مش مهم، انا مش محتاج الجزء اللي في الخارج ده، ولكن انا محتاج الجزء دوت اللي انا رسمته عشان احدد رأس المثلث التالتة. باجي بقى مد الضلع ده على استقامته دوت، اهو لما يقطع الدائرة، مش احنا الدائرة هتمر بالتلات رؤوس، يبقى النقطة ده هي بقى تقاطع الدائرة دي ان هي جيم. اوصل بقى ايه؟ باء بجيم، بوصل مين؟ باء بجيم اهي، يبقى كده كملت المثلث بتاعها. وفين مركز دايره؟ ده هو ميم، لو قست من هنا لهنا هتلاقي من هنا لهنا، هتلاقي من هنا لهنا نفس الابعاد، بكده رسمنا المثلث باستخدام الدايره، مركز الدايره ونقطه وطول ضلع اهو، الرسمه اهي. طيب نشوف بقى السؤال بيقول ايه. الخارجية للمثلث ألف باء جيم يساوي 5، خلاص. وإذا كانت د منتصف ألف باء فأحسب طول ألف د، إذا كانت د منتصف ألف باء، يبقى ألف باء إحنا قلنا ألف باء كان بكام؟ بستة، يبقى د أهي المنتصف أهو، دي د، إحسب د منتصف ألف باء، يبقى ديت قد دي؟ د منتصف ألف باء، فاحسب طول ميم د، عايزين ميم د، طول ده ميم د، احسب طول ميم د حيث ميم مركز دائرة طبعا خارج المثلث.
عاوزين بقى نحسب ميم دال. هو بيقول ميم دال ديت منتصف، احنا عرفنا ان دال هي منتصف ألف باء، فعايزين نجيب نشوف ميم دال بكام. ميم دال دي بنعمل ايه؟ بنوصل. انا عندي نص قطر الدائرة بكام؟ مش كان قال 5؟ نص القطر ب5، نص القطر كام؟ 5. وده واصل للمنتصف، يبقى ايه؟ عمودي. هنقول بما ان ميم دال واصلة من المركز لمنتصف ألف باء، إذن ميم دال عمود على ألف باء. ميم دال عمود على مين؟ على ألف باء. طيب يبقى إذن دال هيكون عمود عليه، أطبق نظرية فيثاغورس وبقول لي دال باء، هو نفسه بيقول إن دال باء بتساوي 3، لأن ميم دال هي المنتصف، يبقى أصبح ده 3. ده 5، أقدر أجيب ميم دال عن طريق فيثاغورس، يبقى ميم دال بتساوي الجذر التربيعي مربع الوتر ناقص مربع الضلع الآخر بتاع القائم، بتساوي ميم باء تربيع زائد ناقص دال باء تربيع. ده بيساوي ميم دال تربيع بإيه؟ 25 ناقص 3 × 3 = 9، بتساوي جذر كام؟ 16. يبقى ميم دال بتساوي كام سنتي؟ بتساوي 4 سنتيمتر. هو ده آخر حاجة في المسألة، وبقية المسائل كان بيقول في السؤال اللي بعد كده اللي هو 18، احنا حاليا 19، 20، و21 قبل كده في الشرح، هنشوف كمان مسألة 18. بيقول ألف نقطة معلومة داخل دائرة مركزها ميم، بين كيف. يعني أنا عندي دائرة مركزها ميم، أرسم دائرة الأول مركزها ميم، هنعتبر النقطة ديت هي نقطة مركز، وأرسم منها دائرة بالشكل ده. هذه دائرة ألف نقطة معلومة داخل دائرة مركزي وها ميم ألف، أي نقطة معلومة، ده ألف وده المركز. بين كيف ترسم وترا في هذه الدائرة بحيث تكون ألف منتصف هذا الوتر. إزاي نرسم وتر في تكون ألف دي نصه، تكون ألف هي منتصف؟ بنعمل إيه؟ بنسقط عمود، بنمشي من المركز إلى ألف. خلاص كده؟ يبقى أنا عايز أرسم بقى عمود، أخلي ده يبقى عمودي. إذا أصبح هو مش واصل للمركز، لو كان عمودي هينصف، هيبقى منصف. طب إزاي أرسم عمودي؟ أجيب المنقالة بتاعتي، ادي النقطة الصفرة ديت، وده الخط اهو، ممكن امده على استقامته عشان يكون رسمي مظبوط اهو. واجيب المنقلة، النقطة اللي هي بتاع المنقلة ديت، ودي الصفر بتاع التدريج على الخط اللي انا هقيس عليه، واقيس لي كام درجة؟ 80 90 درجة، 92 ايه 90 ديت، ايه دي 90، اخد نقطتين عند 90 كده، هي ديت 90 اهي. انا لما جيت اخد 90 لقيت النقطة بتاعتنا هنا ايه، هذه النقطة بتاعة 90، وهذه النقطة بتاعة المرجل الألف، وأوصل ما يهمنيش أنا أروح لهناك، لكن أنا أرسم الوتر بالشكل ده. فكرة هي مش 90 كده، إيه في خطأ في القياس.
عشان انا التدريج مش واضح. اهو90 هنا اهي، دي 80 ودي 90 اهو، الخط بتاعها اهو هنا اهو. فبالتالي هتبقى الرسمة بتاعتنا، هيبقى الوتر بتاعي بالشكل ده كده مظبوط فعلا. علشان التدريج بس مكانش واضح اخوان، هو كده ايه يعني، هي الفكرة ان انت بتقيم زاوية قايمة، بتعمل زاوية قايمة على مين؟ على المركز من النقطة ديت، فهتبقى بالشكل ده كده، هتبقى كده هو. يبقى كده ايه يعني، قدرت اثبت ارسم له وتر منصف عند النقطة الف، وجبت عملت المطلوب وكده. يبقى خلصنا كل التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.